الرحمن الرحيم. رسالة إلى صاحب الجلالة الملك سيدي محمد الله ينصره. اسمي أبو عبد القادر السعدية، والحاملة رقم البطانة الوطنية المغربية رقم V51873. يا صاحب الجلالة، هذه أكثر من سنتين وأنا كنشكي أمري للبوليس في المغرب والبوليس في أوروبا وقنصليات فرنسا وإيطاليا وجميع المؤسسات والبوليس المغرب وليجون ضخمة المغرب. اتصلت بهم كلهم في التليفون وكنحكي لهم أمري، ولكن حتى ما لقيت حتى اللي يرحمني يوصل لك الميساج ديالي. عندي واحد جاري قال لك يا سيدنا الله ينصرك، هو من عائله ديال الاميره لالا سلمى ام الامراء. يا صاحب الجلاله الله ينصرك، هو كبير في المخزن، ضربني باللازيغ لاغم شيميك في حي السعاده في عماره التاج الطابق الثاني في السعاده بفاس. البوليس درس عليهم كلهم بفاس وخلوني كنغلي بلا راديو اكتيفيتي. اللهم هذا منكر، ظهري كله مجروح ولي مغاجي وما قديتش نتحرك في فاس وفي المغرب. فين مشيت تبعني البوليس يا سيدنا الله ينصرك. هاني درت الفيديو الاول، ولكن يا سيدنا هو كبير في المخزن، قال لك هو من العائله لالا سلمى الاميره لالا سلمى يا سيدنا، وسيطر علينا كلنا وما خلانيش وما خلاش الشكايه ديالي توصل لك يا سيدنا. ولكن انت يا سيدنا الله ينصرك قلتي لا تعدى شي حد واخا يكون مقرب ليك تاخذ الحق، وهاني كنترجاك تاخذ لحقي. قال لك هو من العائله ديال الاميره لالا سلمى وتبعني لاوروبا بالدبلوماسيه ديالو وما خلاهمش يعالجوني. يدي غادي تموت عليا، يدي غادي تموت عليا يا سيدنا الله ينصرك. لا غاديو اكتيفيتي يا سيدنا، بغيت ندخل للمغرب نتعالج نوقف لا غاديو اكتيفيتي. الله ينصرك ويخلي لك ولي العهد. ومشيت وصلت يا سيدنا الميلانو وانا كل دمايات لي مغاجي وظهري مضروب والبوليس في الايروبور والطبيب ما بغاوش يساعدوني، قالوا لي سيري شي دوله اللي ما متفقاش مع المغرب. ومشيت يا سيدنا لسويسرا والطبيب قال لي طلبي لازيل بوليتيك ونساعدوك، وجات الدبلوماسيه ديالو البوليس والطبيب قال له تخلى عليا وما ساعدونيش. وكذلك مشيت لفرنسا وايطاليا وبلجيكا وهولندا وما ساعدونيش يا سيدنا الله ينصرك. ولكن واخا هو من العائله ديال الاميره لالا سلمى كتمشي تعالج الناس اللي فيهم السرطان وكترحم الناس اللي فيهم السرطان، وهو يا سيدنا عمرني كل كواري يا سيدنا، عمرني كل كواري كل كواري يا سيدنا. الضو فاش ما كان شي ماكينه كتمشي بالضو حتى انا كنمشي بالضو. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. من سنتين وانا كنطلبكم ونترجاكم وصلوا لسيدنا الميساج ديالي وندخل المغرب ونتحاكم على الكلام اللي قلت. الا قلت الكلام ماشي صحيح انا مستعده تعاقبوني المغاربه، تهجموني بالحجر قدام الجامع. الله يزكي لك في العمر ويطول لك عمرك، هاني في الخطر هنا في اوروبا. يا امير المؤمنين شوف من حالي، يا امير المؤمنين شوف من حالي، يا امير المؤمنين شوف من حالي. ساعدني يا صاحب الجلاله، ساعد هاد الشريفه المؤمنه بالله، راه هو خايف تسمع يا صاحب الجلاله المنكر اللي دار فيا، ضربني باللازير، اللازير يا صاحب الجلاله، لاغم شيميك يا صاحب الجلاله. انا قبل ما نخرج لاوروبا كنت في ليكول ميليتير ديال كينيترا وديال مراكش يا صاحب الجلالة، تعدى عليا خرجوا على القانون جابوا اللازير لاغم شيميك وضربني به يا صاحب الجلالة، وضربني به وما درت والو. تعدى عليا يا صاحب الجلالة، تعدى على مرا في بوحدها في الدنيا وكنجي عندكم وكنقول لكم الدو اللي سطحوا بناو فيه وكتخلوا عليا حيت هو كبير في المخزن. اللهم هذا منكر. وتجمع تدات للكراج ديالي، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. والمحافظه مشيت عندهم والدولي البلون ديال دويرتي، اللهم هذا منكر، اللهم هذا هي المهمه يا سيدنا الله ينصرك. ضربني باللازير لاغم شيميك يا صاحب الجلاله، يا امير المؤمنين باللازير لاغم شيميك يا صاحب الجلاله يا الملك يا امير المؤمنين، ضربني باللازير لاغم شيميك، اللهم هذا منكر. قال لك هو من العائله يا سيدنا الله ينصرك، من العائله ديال الاميره لالا سلمى وكيتعدى على البشر. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر.